ما حنا البهيمة حنا الدراري، والبهيمة صيروا لهم كتر من الدراري. الجفاف والوقت عيانة، والناس هيكون البهيم نعز البهيم بوالو، بيعوا شريتها ومش هادين والو، والله يرحمنا. راهو النيرة فينا يا سطا، وصلنا نشروها كاع. مازال دي جكين وقت خيزو وتمقت معاهم، والبهيم بهيم يغوطوا ليل ونهار ما نكذبوا. قضينا البهيم اللي مشينا تقضينا الدراري. الله يجيب الشتاء، هادشي اللي نقولو. العلف غالي، الوقت عيانة، الناس مساكن ما عندهم فلوس. لا إله إلا محمد رسول الله. البهايم رخيصة، نعجب العاطي الله، البقرة بالعاطي الله، هادشي اللي كاين. البهايم تاع 48 كاينة 100 120، هادشي اللي كاين. طلب الله يجيب شي، هادشي اللي كاين. العلف غالي، الأثمنة غالية. البشناب 4000، الشمندر كاين 4100، النخالة كاين 2700 2800، اش اللي يدير السوق؟ وداك الشيء كان غالي، رخيص شوية. أي 50 كيلو في الخنشة، الله يصوب. بالنسبة لي الناس دابا حنا كنتقداو البهيم، ما كنتقداوش لروسنا. بالنسبة للعلف غالي، التبن بلا التبن دايرها 40 درهم، ماكلة غالية، الزرع غالي، البشنة غالية، البلا التبن دايرها 40 درهم، وكنديرها 20 درهم 15 درهم في الخير. دوبل. دابا الناس مضرين بزاف، والناس الفلاحه مضرين بزاف، كنطلبوا من الناس تكون شي اعانه يعاونوهم. هادشي كنطلب، والله يرحمنا. خاصنا مساعده بزاف، خاصنا مساعده بزاف. حنا من راه تقريبا راه من شهر تقريبا تسعود، والناس كيصيروا البهيم اللي فات، وباقي كيصيروا البهيم وغادي كيصيروا. الله يرحمنا، كانت منهم الله تعالى تبارك يرحمنا، الله يرحمنا، الله يجيب الشتاء. والناس شحال زاد فيها الزرع؟ زاد الزرع دابا داير 5 درهم 90 ريال اليوم في السوق، في الحتة الدرهم داير 90 ريال. كان داير 2 درهم. البشنة دايره 120 110، كانت دايره 3 درهم. كلشي تزاد تريبل دوبل. والثمن ديال البهيم؟ والثمن ديال البهيم اش غنقول لك؟ البقرة ديال 100000 دايره 2000 درهم 1500 درهم، وديال المليون دايره 90000 80000، النجا ديال 20000 دايره 6000 ريال. الشاري ما كاينش، والشاري ما كاينش، على ربي الله يكون بين نبيعوا البهيم وما كاينش شاري. الماء خويا في هذه المنطقه قليل، الناس بزاف، كاين شي مناطق كي جبليه كيسقوا واحد تقريبا في البهيم، كيسقوا على البهيم واحد 5 واحد 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر باش كيسقوا على البهيمه. منطقه البير الطويل، البير الطويل كاين واحد الدوار داخل ولاد مرابط. واش غنقول لك اخويا، الوقت مضر بزاف وواقفه بزاف. الفلاحه دابا ولاو كيمشيو يخدموا في البني ويخدموا بزاف، فاتوا الفلاحه ومشيو كيخدموا في البني ويخدموا، لان البلاد مضر بزاف والفلاحه ضروا بزاف. الناس ولاو كيدلوها باش يعيشوا البهيمات ويعيشوا هما. الفلاح مسكين مكرفس بزاف، وكنتمنى من المسؤولين يشوفوا شي حل الفلاح ويتعاونوا معاه. هادشي اللي كنتمنى. بلاد الله شافنا الله تعالى وتبارك، ما كاينش الشتاء والبهيم كتموت، واللي عطى الله هو هذا الشيء جابه الله تعالى وتبارك. وسلم الناس مساكن ما تلو فاتوا البهيم كاع، عاد هذا اللي عاف الخلا، واللي جاب الله هو هذا الشيء. تقريبا شحال الاثمنه ولات؟ الاثمنه سيدي كاينه النعشه غا ب 2000 ريال. ايوا سيدي، لا اله الا الله، راه ما كاين ما تاكل البهيمه كتموت. الناس كيف عادوا يفوتوها؟ الناس ما كنبغوها كاع، كيفوتوها في الخلا ويجوا للدار، محروم اللحم فاتوه الناس، البقر كيموت. هو اللي عطى الله هو هذا سيدي، ونطلب الله تعالى واري اللي كاين هو هذاك سيدي. الله يرحمنا، صافي هذا ما كان، نطلب الله، الله يرحمنا. وفين هي الشتا سي؟ ما كاينش هذا، ما تعمر الشتا كاع، طاحت الزرع ما اللي زرعوا الناس مات، ناضوا مات، والشيء الاخر باقي تحت الارض ما ناض شيء. سبحانه ولا اله الا هو، نطلب الله، نيتنا في الله. الناس النية ديالهم عامرة، باقين كيهابروا، باقين يحرطوا، باقين الله يكمل علينا وعليهم بخير.
من الامل اللي بقاو في الله سبحانه وتعالى. سبحانه ولا اله الا هو. هذا ما كانت كنتمنوا من الله تعالى الله يرحمنا. الناس تهلكوا والناس خصهم يعاونهم شويه يتساعدوا معاهم. واش نقول لك الناس تهلكوا لا الامطار ما كايناش. نعم اه ضروري تقصها ضروري كتجيبوا العرف. الكونتراكت كيفاش رجع بثلاثه النايل صافي دابا ثلاثه ونص اه ضروري زياده والله يرحمنا. كنا بو كاين 400 500 في البياسه الشعير دابا زيد فيه 40 في الكيلو الشعير كان بجزام دابا 80 90 90 اليوم او البشنات هي 80 85 والتبن 600 700 800 اليوم وكان ب 300 والله يرحمنا. الجفاف والوقت عيانه والناس هكاهم بهيم بهيم بوالو بيعوا شريتها ومش هادين والو والله يرحمنا. الوقت عيانه شويه ناحيه الوقت ما كاينش الشتاء والعلف غالي والبهيم بهيم ما ساوياش ايوا هادشي اللي نقولوا بينهم يعاونونا شويه الا كاين شي ما باش يعاونوا الله يجازيهم بخير. البهيم البقره كانت ب 300000 سقط 100000 وما ديرهاش الغلمته هي النعجه كانت ب 30000 35000 حتى 40 ولات ب 16000 12000 10 ما كاين ما الله يرحمنا. اي حنا كنقولوا على النعجه اللي مزيانه والعلف راه غلاو علينا بزاف العلف العلف راه قول راه جا النص باش مزيود النص باش مزيود نقول لك نفضلوا البهيم على ولادنا اي اي نقول لك عندنا باش نتقداو كنفضلوا البهيم انا معلوم حنا ولينا كنتقداو البهيم هي الاولى اللي نشوفوا الدراري والله الا كنجوا ها هو الراجل جينا لقيناه كيفطر اللي تقدينا البهيم اللي مشينا تقدينا الدراري واش اللي نقولوا الله وي لا شات شي حاجه شنو نقول قول مزيان حنا مضرورين انتما مضرورين داكشي البهيم حنا صافي حنا اللي قال هذاك ما لقينا ما تسيروا على البهيم ولا على الدراري مضرورين 100% اه سير والو البهيم والو البهيم كتموت كنضيعوا والماء حتى هو الماء ما كاينش حتى الماء ما كاينش اه ما كاين لا الماء ولا والو كاين الله هذا الشيء كنقولوا والمصاريف راه عاش ديال العصا من الوسط ما نكذبوا شاد ديال العصا من الوسط ما لا اله الا الله محمد رسول الله ما هذا ما نقولوا ما حنا البهيم ما حدنا الدراري والبهيم صير لهم اكثر من الدراري اكثر واكثر ها مازال دي جكين وتا خيزو وتمقت معاهم والبهيم بهيم يغوطوا ليل ونهار ما نكذبوا ولا اله الا الله شنو اللي كنقول؟ نعم سيدي عايشين بالقدره الالهيه هادشي باش عايشين خدمه والو راك لسان من سمعتي من هاد الزرب هذا وحنا ندورو وصافي. بالنسبه للفلاحه شنو كتفلحوا؟ ما الفلاحه راك عرفتي شنو ولا ما كاين لا فلاحه ولا والو ما كاينش والو الشعيره والو داكشي اللي خصنا راه باقي في الارض اه الله كاين وصافي بلاصه تركتها استرمت شتي انت كيدير في السماء شتي بينو في الاذاعه كيدير مات تا ولا كاع قدك ولا فين سميتو ومات وهنا ما كاينش والحمد لله عليها ساعة هي تكون الضرا والنيره فينا هي الشتا وصلنا نشروها كاع فينا هي فات الوقت لا الضرا ولا ما كملش انا كاين الضرا شنو هذا الشعر واخا راه مزيان مال فين كنزرعوا يدخل النيل كنزرعوا ومنين بدا كي ما كدير معنا والو واخا برير كنزرعوا حنا في برير ما كدير معنا والو الصابه ما نكذبوا لشنا العام مش دابا لخطا شويه المال هنعم هنعم الدوله تعاون المساكين يسكنوا اي والله يساهم عنده الدوله تعاون الناس يسكنوا وصافي الله يرحم لكم الوالدين واخا عير خصو لهم السعاره مازال اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.